شوف من هم الغرباء؟ بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أناس صالحون قليل قليل في أناس سوء كثير، هؤلاء هم الغرباء. أنت يهمك الصلاح أن تكون مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يهمك الصلاح والصالحون، ولا تنظر للكثرة المخالفة إذا كانوا على غير حق، خلك مع الصالحين ولو كانوا قليل. بعض السلف يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ما دام إنك على حق فأنت الجماعة، وما عداك فليسوا جماعة وإن كانوا كثيرين. نعم، أناس صالحون في أناس سوء كثير، هذه صفة. من يطيعه، من يعصيهم أكثر ممن يطيعه، يعني يعصونك أكثر من اللي يطيعونك، ولو كان اللي يطيعونك قليل. اصبر واترك المخالفين ولو كانوا كثيرين، لا تذهب معهم وتغتر بهم، يقول ذولا يعاونونا وهذولا لا، ما داموا على ضلال اتركهم لا خير فيهم، ولا يناظرون للناس. والله كل الناس على هذا، ما انا بصير انا الحالي، خلك لحالك لو صرت على حق ما يضرك هذا، عز لك. ولا والله انا بعيش مع الناس ولا انا برايح انازع الناس. اصلح في نفسك ولو فسد الناس عليكم. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. نعم.